السلام عليكم. افضل طريقه عشان تشوف ملفات البيم وهو ان انت تستخدم برنامج النفس وركس فريدم. النفس وركس عندنا 3 اصدارات، نفس وركس مانج وده غالي، السيموليت اقل، والفريدم ده اللي هو المجاني. طيب لو انا قلت له فريدم بيحمل لي نسخه، اقدر اشوف الموديل بس ما اقدرش اعدل عليه، ما اقدرش احط جدول زمني او كده. طيب دي النسخ، بتقدر تختار النسخة اللي انت عايزها وتسطبها. تمام، دي هنا ان دبليو سي اكسبورت يوتيليتي، دي الاداة اللي هتصدر لك من الريفت مثلا للنفس اوركس. هتلاقي ان هو النسخة النفس اوركس مانج ب 2000 في السنة لليوزر واحد، والنفس اوركس ستيموليت $880 في السنة لشخص واحد، وده أسعار طبعا مناسبة لأمريكا وأوروبا مش مناسبة لينا، لأن يعني أنت هتضطر تصرف 16.5 يعني للشخص. طيب بعد ما سطبت هتلاقي البرنامج عندك بالشكل دوت. تمام، فتقدر تيجي هنا تقول له هوم، خلينا نقول له اوبن، نبدأ نشوف هو بيفهم ايه. هو بيفهم ال NWD وبيفهم ال DWF وبيفهم ال Disker Cap. فممكن تخلي اي حد من اللي شغالين وعندهم نسخة اصلية او عندهم نسخة مضروبة يصدر لك ال NWD او ال DWF او ركب. يعني بدل ما تشتري نفس وركس ال20 جهاز، لا اشتري الجهازين 3 والباقي الادارة تقدر تشوف وترجع. وهتلاقي هنا ده الفيو بوينت، تقدر تتفرج على الفيو بوينت بس متقدرش تعمل فيو بوينت جديد. تمام، ومن هنا هتلاقي سيكشن تري، تقدر تحدد الحاجات اللي انت عايزها. وممكن تقول له هايد او تقول له ان هايد بالشكل دوت. عند الفيو بوينت لو في حد مسجل حاجه تقدر تشوفها. تمام، تقدر تشوف تغير المود للشغل اللي انت عامله. تقدر تقول له يظهر الخطوط او ما تظهرهاش، يظهر النقط او ما تظهرهاش. ممكن تقول له اعمل لي سيكشن. السيكشن ده يفيدك في ايه بقى؟ ان انت تقدر تشوف سيكشن كول مبدأ بالشكل دوت اهو. تقدر تشوف الكومنتات اللي موجودة وتقدر تقيس، وتقدر تشوف لو في اي كومنتات موجودة انيميشن، لو في حد عامل انيميشن. الحاجات دي كلها مشروحة على قناة بمعربية ازاي تعمل الحاجات دي كلها. الفيو هنا هتلاقي تقدر تشوف مثلا الاكس واي زد الاتجاه بتاعتهم، الاوبوت لو انت عايز تتبع الشغل اللي موجود. فهو ده مثل ان هو مجاني، فتقدر